اوعك تبقى صوفي. والله انا بدل ما امسك بيه لقيت لي واحد لابس بدله اشتراكيه لابس نظيف وظريف حاجه جميله جدا، بعد شويه لقيته شايل سبحه، قلت له اخطا في جمالك يا اخي اللبسه دي خاربه، ما انت زول راغي جابك للناس زي شنو؟ زول البس مرقع قماش اشتري جديد ارقعه، ده فهم شنو؟ جديده ترقعها، كان انشرطت ما انشرطت، قول له هو الساي شايل لي ابريك، تقول هو لوري بتاع هوستين ولا كذا، انت الابريك ده شايله ما انت مسافر ماشي مالك، انت شايل لي ابريك بجنبه، ومرات حفيان ومرات ايه كلها هوا الساي يا ناس. صوفيا دل دراويش، رسول ما دق نوبه، واتحداهم يجيبوا الرسول دق نوبه ولك استقبلوه في المدينه، انت مستقبل منه؟ قصه ضعيفه بتاعت الاستقبال دي. قال استقبلوه ذاته قول صحيحه، لما دخلوا المدينه ذكروا الله ولا ما ذكروا؟ ذكروا الله. ذكروه بنوبه؟ لا ما ذكروا. طيب انت قاعد تذكر بالنوبه مش بتستقبل، دي بدع ساي ما عندها دليل، كلها هوس. ويفتحوا لنا الغنوات دراويش مرقوا من البلاوي بتاع الساحات بتاعت النوبات، فتحوا لهم الغناء تلقاهم متفن في الغناء، وتفضل يا فضيلة الشيخ، ده فضيلة الشيخ، وبقول لك الشيخ بيخلق والشيخ بينفع والشيخ بيضر والشيخ بيحيي الموتى، زي ما في كتاب الطبقات لمحمد وضيف الله قال في الفصل الثاني لحسن وتحسونة، فصل الفصل الثاني في إحيائه الموتى، في كتاب التجانية كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني قال صفحة 19، وقوله الواحدة من صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 ختمة. صلاة الفاتح كلام بشر، يعدل كلام الله الحرف فيه بعشر حسنات، يعدل كلام الله 6000 ختمة. واحد جاب لي شبهة بليدة خلاص، قال لي ما هو ده بكون قراو وهو جنوب، عشان جنوب عشان كذا ذاك بيعدله. قلت له القرآن جنوب الزول بيقراو بيقراو، بعدين هو زول جنوب امسك من الفاتحة للناس ما اختزل، أزي تندار تقرأ من الفاتحة للناس بتقرأ في كم ساعة ما بتمر بيك صلاة ما اختزل وكذا، وتختم 6000 ختمة وانت جنوب، انت مالك الجناب ده عاجباك في شنو؟ بلا وسائل شبه واهية يجيبوا لك شبه ذاته، انت قدر ما تحك راسك ده وتفكر بعيد، تجيب زاوية قائمة تجيب منفرجة تلف تاني تدورها برضو ما بتجي معك، كلها كلام فاضي سايا ناس. الصوفية والله ما عندهم علاقة بالإسلام ولا بدين الله تعالى ولا بدين نبيه صلى الله عليه وسلم، وانا هنا ما نقول اي صوفي كافر ما بنقول كذي، لكن الكلام ده كفر، اياك تبقى صوفي. الرسول ما صوفي صلى الله عليه وسلم، كذبوا عليه قالوا طيب دار الصوفي طلعوا صوفي، انا تطلع الرسول صوفي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابه ما صوفية ولا بعرفوا التصوف الباطل ده الليله بينشروا اهل الصوفيه اهل التصوف ينشرون الشرك بالله تعالى وتعظيم الاموات واللجوء الى الاموات والاستغاثه بالاموات والاستغاثه بالغائبين، هذا كله يخالف ويناقض ويصادم شرع الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع مصادمته، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهؤلاء الناس لننشر دين الله بينهم فيرفعنا الله اذا قبلنا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فما تدعو غير الله ما تلجأ لغير الله ما تستعين بغير الله، تجعل عقيدتك في الله صحيحة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. باقي الصفات دي واضحة، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تقعد مع نفسك تتوب، صوفي تفك الصوفية، بايعت الشيخ ترجع لي بيعته طوالي، ما رجعها وصلها لبيت توك توك ولا موتر، رجع لي طوالي قول له شيل بيعتك انا مو معك، ما ولا تمش له ذاته براك بس تفسخ اسي بنيتك بس فسختها ما عندك معاه بيعه، بيعه شنو؟ بايعتك وليا لي في مجموع الاوراد الكبير للختميه، بايعت الشيخ او الخليفه محمد المرغني او الشيخ السيدي محمد المرغني
وليا لي في الدنيا والآخرة، ولي في الدنيا والآخرة. كلام كله باطل، كلام والله المرغني وغيره يوم القيامة ما عنده لك شيء. والدليل قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بالبيدو ساي بكوركوليك أسي زعاج ساي تل تل تل. شفت يوم القيامة قال: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كلام طويل جدا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور بكل أنواع الزور كذب، شهادة الزور، أعياد أهل الكفر إلى آخره، أعياد النصارى اليهود غيره من الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يتدنسون بهذا اللغو ولا يجالسون أهل اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها. ما قال بكما وإنما قال صما وعميانا. يعني لما نسمعوا الآيات ما بقفلوا أذنين وعيون وأذنين قلوب آذان قلوبهم وآذان وأعين قلوبهم وإنما لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك. قال واجعلنا للمتقين إماما، تكون قدام طوالي، مش حب الرئاسة، ما يكونوا ناس وراك تداير ناس يعظموك وفضيلة الشيخ، لا، وإنما إمام في التقوى، في تقوى الله تعالى. تقدام بس طوالي أي مسجد تخش تتكلم في شيخ دكتور بروفيسير رئيس لجنة رئيس هيئة أي شيء تقف طوالي تتكلم. وجعلنا للمتقين إماما، إماما بكل معاني الإمامة الصحيحة. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا متصفين بهذه الصفات وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا وأن يتغمدنا برحمته وأن يتجاوز عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.